السلام عليكم، معكم رجاء من قناة كرة فانز. إذا الرجاء الرياضي يفتتح أول لقاء له في كأس الكونفدرالية مرحلة المجموعات بانتصار صغير، انتصار بشق الأنفس على فريق نامونغو التنزاني بهدف لصفر. عن نفس المجموعة بيراميدز المصري يسحق نكانا التنزاني بثلاث أهداف لصفر ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن الرجاء الرياضي. بعدما شاهدنا لقاء اليوم ديال الرجاء الرياضي، هناك سؤال يطرح نفسه بقوة: واش هذا هو المستوى ديال الرجاء؟ واش الرجاء بهذا المستوى قادر على انه ينافس على الالقاب محليا عربيا افريقيا؟ سؤال يطرح نفسه بقوه. صراحه من أسوأ اللقاءات اللي شاهدتها الفريق الرجاء الرياضي في الاونه الاخيره، سواء من حيث التنظيم داخل ارضيه الملعب، من حيث الخطه، من حيث العزيمه، من حيث الجرينتا، لم نشاهد شيء في لقاء اليوم. وأيضا هناك سؤال آخر يطرح نفسه بقوة: هل حان وقت التغيير؟ وكنتحدث على المدرب جمال السلامي. ما هي الإضافة التي يقدمها جمال السلامي لفريق الرجاء الرياضي؟ فريق بدون هوية، فريق بدون شخصية، فريق كيلعب بدون خطة داخل أرضية الملعب، اجتهاد من اللاعبين، عشوائية، يعني عشوائية صراحة، عشوائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لاعبين غير تابعين كرة صراحة. كيف ما قلت دائما، المدرب جمال السلامي كيخرج بنفس الأعذار: لاعبين ما واجدينش، نعاني من الإرهاق، نعاني من كذا، نعاني من كذا، دائما هناك حجج. يمكن لي نقول، يعني ما بغيتش نكون قاسي على المدرب جمال السلامي، لأنه صراحة لكل بداية نهاية. المدرب السلامي ضيع الشخصية وضيع الهوية ديال فريق الرجاء الرياضي. يعني الفريق اللي كان معروف عليه على انه كيدخل كيقدم تيكي تاكا، كرة القدم عصرية، كرة القدم جميلة، تفرج في 90 دقيقة كتحس على انك كما كنقولوا كتمتع كرويا وما كتسخاش على ان اللقاء يسالي. اللي شاهد اللقاء ديال اليوم، لقاء ممل، الرتابة كما كنقولوا فرص شحيحة، يعني كتلعب ضد فريق مغمور نامونغو التنزاني، عمري ما سمعت بهذا الفريق، وتنتصر عليه بشق الانفس بضربه جزاء. الفريق ديال سميتو هذا الفريق التنزاني تقريبا لعب 30 دقيقه ب 10 ديال اللاعبين. 30 دقيقه لعب هذا الفريق ب 10 ديال اللاعبين، وبالرغم من هذا ما لاحظناش داخل ارضيه الملعب على ان فريق الرجاء الرياضي كيلعب كما كنقولوا زايد لاعب. ما كايناش فرص، ما كاينش تكتيك، ما كاينش تغييرات، ما كايناش واحد الهويه للفريق. يعني كيف ما قلت، يعني كنتحدث بلسان جمهور الرجاء الرياضي، لان يعني اي واحد تفرج في اللقاء اليوم غيحس بداكشي اللي حسيت به. يعني كتفرج كتقول فوقاش الماتش يسالي، لان صراحه ما كاين حتى شي حاجه. يعني المدرب كما كنقولوا صدعنا بشي حاجه سميتها المداوره. كل لقاء كتلقى تشكيله في شكل، كل لقاء تشكيله في شكل. اخويا كنديروا المداوره لما كتكون عندك كما كنقولوا، لما كيكون الفريق ديالك واقف على رجليه، لما كيكون المستوى ثابت، من بعد كتبقى دير المداوره. ولكن لما كيكون الفريق ديالك ضايع داخل ارضيه الملعب، ما كاينش واحد الشخصيه، ما كاينش واحد الهويه، خصني نثبت على واحد التشكيله قاره، خص اللاعبين يولفوا يلعبوا بعضياتهم، ماشي كل لقاء نبدل ثلاثه ولا اربعه ديال اللاعبين. اللاعب على ما كيبدا يدخل وبدا كما كنقولوا كيستانس باجواء اللقاءات، كنجي انا ونجلسوا في الاحتياط. المدرب بوحدو ما كيتحملش المسؤوليه، ولكن تنظر على ان المدرب جمال السلامي بالخطط اللي كيلعب بها، بالتحفظ ديالو المبالغ فيه، يعني لما كتلعب ضد فريق مغمور ما خصش يكون تحفظ. لقاءات يعني بحال هاد اللقاءات ديال اليوم هي اللي كترجع الثقه للاعبين. لما كتلعب ضد فريق مغمور خصك تنتصر بحصص كبيره، تنتصر بخمسه وتنتصر بسته. رحيمي كما كنقولوا اللي بعيد على المستوى ديالو، بحال هاد اللقاءات دخل تماركي جوج، تماركي ثلاثه ديال اللاعبين، يرجع الثقه ديالو. ايضا اللاعبين يدوروا كره بيناتهم، يرجعوا الثقه اللي افتقدوها في اللقاءات السابقه. ولكن ندخلوا لقاء بحال ديال اليوم، كما كنقولوا كره قدم ممله، فرص شحيحه، تضييع الفرص، وانتصر بهدف وهدف بضربه جزاء. تنظن على ان هاد اللقاء غيزيد يدخل الرجاء الرياضي في مرحله الشك، وتنظر على ان الرجاء الرياضي بهذا المستوى الا كمل الفريق صراحه
ما غيكونش قاد على انه ينافس على الالقاب سواء محليا ولا افريقيا، وتنظر على ان حان وقت التغيير. يعني بغيتكم تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، واش تظنوا على ان المدرب جمال السلامي خصو يكمل مع الفريق مازال يستحق فرصه اخرى، ام ان الاداره او المكتب المسير ديال فريق الرجاء الرياضي خصو يقوم بتغييرات، وخصو صراحه يجيب مدرب اللي يعطي دوافع واللي يعطي حوافز جديده للاعبين، لاننا كنلاحظوا على ان اللاعبين داخل ارضيه الملعب كيلعبوا بدون شخصيه بدون تحفيز. الا بغينا نتحدثوا على التشكيله ديال فريق الرجاء الرياضي، في حراسه المرمى الزنيتي، الحداد والهدودي كقلوب دفاع، مذكور كظهير ايمن، اللاعب سوبول اللي كيلعب اول لقاء مع فريق الرجاء الرياضي بعدما تالق مع المنتخب الوطني للشباب، في وسط الميدان اللاعب العرجون واللاعب الوردي كيتقدمهم الحافظي، وفي المقدمه رحيمي بن حليب ومالونغو. تقريبا الرجاء الرياضي في اول 3 ديال الدقائق خلق 3 ولا 4 ديال الفرص للتسجيل، وتناوب اللاعبون على تضييع الفرص. اللاعبين كتحس بهم على انهم ما مركزينش، على انهم طايرين، كما كنقولوا العقل ديالهم ماشي داخل ارضيه الملعب. يعني فرص تضيع ببشاعه، وقلتها من قبل، قلت على ان الرجاء الرياضي اصبح عنده مشكل في النجاعه الهجوميه، خصو يخلق 7 ولا 8 ديال الفرص حقيقيه باش يسجل هدف واحد. يعني كيف ما قلت الشوط الاول يعني تقريبا 5 ولا 10 ديال الدقائق الاولى تضيع الفرص، ومن بعد ذلك لاحظنا على ان الايقاع ديال اللقاء طاح. تقريبا الشوط الاول ما خلقوش فرص، ولاحظنا على ان اللاعبين دخلوا في مرحله الشك، لانه من الطبيعي لما كتضيع فرص كثيره اكيد على ان اللاعبين كيفقدوا الثقه في راسهم وكيدخلوا في مرحله الشك. ودائما اقولها في كره القدم، اذا هبت رياحك فاغتنمها. الرجاء الرياضي لو انه دخل في اللقاء وتمكن من تسجيل الاهداف في الدقائق الاولى كان غيسهل عليه اللقاء وكان غيلعب اللقاء باريحيه. الشوط الثاني تقريبا الشوط سيء بكل ما تحمل الكلمه معنا، فريق بدون شخصيه بدون هويه، ما كاينش فرص. يعني تقريبا يعني ضربه جزاء اللي كانت الفرصه الوحيده اللي جات في الشوط الثاني، وايضا فرصه اخرى ضيعها اللاعب رحيمي. غير ذلك الفريق تائه داخل ارضيه الملعب، ما كاينش واحد الخطه واضحه، ما كاينش واحد الاستراتيجيه من المدرب. ايضا كيف ما كنقولوا الشوط الاول شوط اللاعبين، الشوط الثاني شوط المدربين. المدرب لم يقم باي رده فعل في الشوط الثاني، التغييرات ديالو لم تقدم الاضافه. لهذا صراحه من وجهه نظري الشخصيه تنظن على ان حقبه جمال السلامي انتهت مع فريق الرجاء الرياضي. المدرب الواضح لان ما عندوش ما يقدم للفريق، وهذه المساله يعني طبيعيه في كره القدم، لكل بدايه نهايه. ولكن يعني الشيء الذي نفتقده في بعض الاحيان في كره القدم المغربيه، المدربين ديال اوروبا لما كيحس على ان كما كنقولوا الرصيد ديالو تقاضى، ما بقاش عنده ما يقدم للفريق، كيخرج وبكل شجاعة وكيقدم الاستقالة ديالو، وكيقول على ان الفترة ديالي صافي ما بقاتش مع الفريق وانا ما بقيتش قاد نعطي، وكي كما كنقولوا كيخلي الفرصة لمدرب اخر. ولكن بعض المدربين عندنا خصو كما كنقولوا يبقى جالس حتى يخرج المكتب المسير ويجري عليه. عموما كتبقى هذه كما كنقولوا الشخصية ديال المدرب، وكتبقى هذه مجرد اراء، وانا في حلقة ديال اليوم عطيت وجهة نظر ديالي الشخصية، وايضا تكلمت بلسان المشجع الرجاوي، لان صراحه المستويات اللي كيقدمها الرجاء الرياضي في الاونه الاخيره لا تسر عدو ولا حبيب. الفريق ضيع الهويه ديالو، ضيع الشخصيه ديالو، كيلعب بدون كاريزما بدون شخصيه. اللاعبين ايضا كتحس على انهم مرهقين منهكين بدنيا، وهذا الامر ان دل على شيء يدل على ان هناك العديد من الامور ليست على ما يرام داخل البيت الرجاوي. كيف ما قلت الرجاء الرياضي حقق انتصار، ولكن المستوى الذي يقدمه الفريق مستوى غير مبشر. عموما خليوا لي الاراء ديالكم، خليوا لي التعليقات ديالكم، واش كتظنوا على ان المدرب جمال السلامي خصو يكمل مع الفريق ام انه حان وقته التغيير. وايضا خليوا لي الاراء ديالكم فيما يخص واحد المساله مهمه، شنو هو السبب في تراجع مستوى العديد من اللاعبين امثال بن حليب امثال رحيمي. وايضا يمكننا نتحدثوا على واحد النقطه مهمه اخرى، واش غياب متولي ايضا كان عنده واحد التاثير كبير. كان هذا كل ما يخص الحلقه ديال اليوم. الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش دعمونا بلايك، بارطاجيو الحلقه بالنسبه اللي كيشاهدنا اول مره، تسجل في القناه ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد اول باول، وما تنساوش تسجلوا في صفحتنا على الفيسبوك، غنخلي لكم اللينك في اول تعليق مثبت. كان معكم رضا من قناه كره فاز، السلام عليكم.